اليوم اعطينا اشاره انطلاق موسم الحصاد، اللي انا تو نعبر على ابتهاجي انه الانتاج السنه بلغ حوالي 800,000 قنطار. السنه رغم بعض الصعوبات في الاول الموسم والمتاتيه خصوصا بقله ماده الامونيتن، فان الغيث النافع اللي نزل على ولايات الشمال وخصوصا ولايه منوبه في شهر مارس وشهر ابريل كان له الانعكاس الايجابي جدا، وذلك بالرفع من الانتاج اللي في ولايه منوبه التقديرات الاولى والثانيه عدتنا في حدود 800,000 قنطار هذه السنه من الحبوب على مساحه 37,000 هكتار، بزياده في حدود 25% مقارنة بالموسم الفارط. المناسبة هذه ماذا بينا معناتها تسهيلات في القبول متاع القمح، في النقل، في القبول في المراكز، التسريع معناتها بالمانديت بخلاص الفلاحين، هذا خطر عندنا شوية تخوفات من الفلاح على الخلاص، إن شاء الله يكون ما فماش تعطيل، كيف كيف على التريمي على التعيير ماذا بينا معناها ما تصيرش مشاكل كل عوام الفارطه. جون في فيبري مارس هذوما الاشهر اللي يتحط فيهم اللامونيتر، مش لامونيتر يجي من بعد او يتواجد بعد ما الناس صاي ما عادش عنده فاعليه، ما عادش ينجم يخدموا بلاش مطر. كان الاصناف المحليه تنتج حتى خير من الاصناف المستورده او الاصناف المحسنه، والدعوه للفلاحين انهم يتصلوا بنك الوطني للجينات باش ياخذوا البذور الاصليه التونسيه ويرجعوها للفلاح ويرجعوها للارض نتاع تونس. كي جاني مساكني العام الاولاني اعطى المعدل نتاع بونتو 70، قعدنا نخدموا فيه وشدينا فيه، وانا وصلنا بحول الله للي هو قمح منتج كيما الخير من القمحات اللي نجيبوا فيها يتحمل الامراض.